متتبع اليوم 24، نتواجد الآن بجامعة تحناوت إقليم الحوز. بعد 11 يوم من زلزال الحوز، أشرفت لجنة مختصة مكونة من مهندسين ومختصين والسلطات المحلية وأيضا مختبر للدراسات، حيث تشرف هذه اللجنة على تصنيف المنازل التي تعرضت لزلزال الحوز. دونك هذا واخا كاع شي ليله. اه السارية تهزات من البلاصة هذه. هذه كنساهموا وكنشاركوا في هاد اللجنة التقنية اللي تشكلات وفق التعليمات الملكية السامية في الاجتماع ديال العمل اللي ترأسه صاحب الجلالة مؤخرا. كنشتغلوا تحت الإشراف تحت السلطات الإقليمية ديال إقليم الحوز. هذه اللجنة عندها طابع تقني محض، على اعتبار أن المكونات ديالها كتضم السلطات الإقليمية، كتضم الممثل ديال العمالة ديال الإقليم، كتضم المختبر ديال الدراسات ومختبر العمومي للدراسات والأبحاث، وايضا مهندسين معماريين مختصين. دونك الهدف ديالها هو الاحصاء ديال البنايات اللي هي تدرج جراء الزلزال وتقييم الوضع ديالها واعطاء اراء تقنيه يعني بشانها. شرعت بالامس وهي كتشتغل اليوم بحسب العلم انها وصلت ل 25 لجنه اللي هي منتشره على مستوى تراب كافه تراب الاقليم ديال الحوز، واحصاء البنايات اللي تدرج جراء الزلزال واعطاء اراء تقنيه بشانها في هذا الباب. مستمرة وراهي كتشتغل في اطار مجموعات، وبالتالي انه راه الهدف ديالها هو احصاء والجر ديال مختلف البنايات بالاقليم. درب عايد بن سعيد تحنوت، ياك فهمتي؟ جات عندي واحد اللجنه اليوم سولوني قال لك واش انت هو مول الملك؟ قلت انا هو مول الدار، وانا هو اللي ساكن، جوج عائلات ساكنين تما انا وولادي. ايوا سولوني قال لك اسيدي شحال فيها المساحه؟ قلت لها اللي في هذه المساحه اللي فيه ضربها الزنزال وتشقات كل شيء، طاح ليها المرطوب ديال التحت. هاد الجناجات قيدات هذاك الشيء سجلاتو وخرجوا. انا ساكن في ما دروك راه عندي الخيمه، خرج للخزانه خليت الدار. من نهار ضربات الدار صلاني بي خرجنا منها، سمعنا بوا تعطيو التعويضات. اييه سمعنا بوا يعطيو التعويضات الناس اللي مضره تخسرت لهم الدار وداكشي. فلوسي انا طق 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 من 2003 وانا مدابز معاها، مازال ما كملتها كاع لفوق. شويه ما مشينا كاع حنا مع الزنزال.